بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين. أقرب نعمة المسيح آيتين من إنجيل معلمنا ماري مرقس الرسول، آية في الإصحاح الأول وآية في الإصحاح الأخير. في الإصحاح الأول بيقول في عدد 15: وبعدما ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. الصح الأول عدد 15: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. في الصح 16 اللي هو الصح الأخير وفي عدد 15 برضو بيقول: وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. العددين دول في إنجيل معلمنا ماري مرقس في الإصحاح الأول والإصحاح 16 الأخير، والاثنين بنفس الرقم عدد 15 وعدد 15. في الأول بيقول توبوا وآمنوا بالإنجيل، في الثانية بيقول اذهبوا واكرزوا بالإنجيل. الآية الثالثة اللي هقراها من العهد القديم في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 16 في عدد 9 بيقول كده: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. أقولها تاني: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. في البداية بهني الجميع بأعياد فترة الخمسين، عيد الصعود الخميس الماضي وعيد حلول الروح القدس العنصرة يوم الأحد القادم إذا أراد ربنا وعشنا. وطبعا مع بداية الشهر كان عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وبنفرح في الكنيسة كلها بسيامات الأباء الأساقفة وتجليس الأباء الأساقفة الجديدة، بإضافة ثلاث أباء أساقفة يخدمون في قطاعات في أمريكا في المهجر. بيخدموا اثنين من الأباء أساقفة عموم ويا نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس، وواحد من الأباء نيافة أنبا بيتر في تأسيس إبرشية جديدة تشمل ولايات نورث وساوث كارولينا وكنتاكي مع تخومها أو كل ما يتبعها. والأباء الأحباء اللي يخدموا كأساقفة عموم ويا أنبا سرابيون نيافة أنبا إبراهام ونيافة أنبا كيرالوس، وأيضا تجليس اثنين من الأباء الأساقفة نيافة أنبا بابلوس في اليونان كإبرشية قبطية ونيافة أنبا بؤتر في الوادي الجديد، وهي تبقى المحافظة الوحيدة اللي ما كان لهاش أسقف، ورسمنا لها بنعمة المسيح أسقف عام ثم تجلس على هذه الإبرشية لتعتبر إبرشية جديدة وإن كانت ممتدة في المساحة الكبيرة. كمان بنتذكر أبنائنا الأحباء اللي تنيحوا في حادث أتوبيس رحلات عزبة النخل، الخادم والأطفال اللي كانوا وياه، ربنا يعزي أسرهم ويقبل أرواحهم في السماء، ورقدوا على رجاء القيامة في هذه الأيام المقدسة. وبنصلي من أجل كل المصابين أن ربنا يتمم شفاهم ويحفظهم بسلام. عايز أتكلم النهاردة عن طبيعة عمل الأباء الرسل وطبيعة خدمة هؤلاء وماذا كان يقف وراءها.
الأمر الأساسي اللي واضح قدامنا إن هؤلاء الآباء التلاميذ والرسل كانوا أصحاب مبادئ تعلموها من شخص ربنا يسوع المسيح في فترة خدمته. الخدمة كانت 3 سنين وشوية، 3 سنين في الخدمة الجهرية، وبعد كده أحداث الصليب والقيامة ثم الصعود، وابتدوا يشيلوا المسؤولية. لكن حملهم لهذه المسؤولية كان يقوم على 3 مبادئ رئيسية. المبدأ الأول مبدأ توبوا وآمنوا بالإنجيل. التوبة، توبوا هي الخطوة الأولى في كل خدمة وفي كل إعداد خدمة وفي كل تكريس على أي مستوى. توبوا. وتلاحظوا حضراتكم أن هذه الصياغة بفم المسيح وبصيغة جماعية، توبوا يعني شجعوا بعض على التوبة أو على حياة النقاوة. توبوا آمنوا بالإنجيل، يعني هذه التوبة نابعة من أرضية الإنجيل ومن أعماق الإنجيل، ولذلك يصير الإنجيل هو عمل الإنسان الخادم أو الكارز أو تلميذ المسيح في كل وقت. توبوا آمنوا بالإنجيل. ما يواجه الإنجيل النهاردة إن أحيانا البعض يعتبره إنه زي موضة قديمة، أو يعتبر الإنجيل إنه نصوص نسمعها نقراها وخلاص. ولما نعرف في تعليم القديس بولس الرسول وهو بيقول أن الإنجيل قوة الله للخلاص، والكلمة المقدسة هي قوة الله للخلاص، ولما نعيش الحياة الإنجيلية بكل صورها وبكل عمقها وبكل فهمها، الإنسان يعرف يتوب ويعرف ويشعر إن إزاي الإنجيل ممكن يكون هو اعتماده الأول والأخير. المشكلة عند ناس كتيرة إنها بقت مزحومة بالميديا ومزحومة بالمواقع الإلكترونية ومزحومة بقراءات سواء صحف أو غير صحف وبكلام، وكلمة الله تضيع في السك. عشان كده القديس ماري مرقس كاروزنا في مصر لما يذكر في أول إنجيله توبوا وآمنوا بالإنجيل، بالبشارة، بالعمل، بقوة عمل فداء ربنا يسوع المسيح، هي دي البداية. كيف يكون القلب تائبا؟ ممكن الواحد يعمل حاجات كتيرة لكن القلب بلا توبة فبلا نتيجة. وعلى رأي القديس يوحنا ذهبي الفم لما بيقول علة جميع الشرور هي عدم معرفة الكتب المقدسة. ولو جينا نسأل التلاميذ والرسل والمبشرين والكارزين في كل العالم كان عملكم ايه؟ يقول عملنا هو تقديم الإنجيل، تقديم بشرى خلاص. ولما بنقرأ في التاريخ عن بلاد كبيرة زي الهند وزي الصين وزي البلاد اللي ما زالت فيها الديانات الوثنية بصورها المتعددة، نعرف ان لما جم يبشروها قدموا المسيح اللطيف او المسيح الاجتماعي او المسيح صاحب المبادئ والاخلاق، وتناسوا تقديم المسيح المخلص او المسيح الذي جاء وصلب من اجل كل انسان، او المسيح الذي احب العالم وقدم هذا الفداء لكل احد، وبغيره ليس خلاص لأحد. الخطوة الأولى أو المبدأ الأول أو الاعتبار الأول، توبوا وآمنوا بالإنجيل. الاعتبار الثاني، اذهبوا وكرزوا. دي اللي هي آية مرقس 16 عدد 15. اذهبوا
بمعنى أن المسيحية تحتاج أن يكون الإنسان ديناميك، ما تحبش الواحد اللي قاعد، اذهبوا، يعني في حركة، يعني في سعي، يعني في هدف، يعني في خطة، يعني في صورة عايز أوصل لها، اذهبوا. وكلمة اذهبوا هنا ليست في اتجاه واحد، في كل اتجاهات، شرق وغرب وشمال وجنوب، والصغيرين والكبار، اذهبوا، اسعوا. ولذلك ده اللي شفناه في تاريخ أبائنا الرسل، التلاميذ في انتشارهم. ماري مرقس يجي عندنا هنا، القديس ماري توما يروح لغاية الهند، القديس بطرس الرسول يطلع لغاية أنطاكيا ولغاية روما، القديس ماري توما ينزل لغاية إثيوبيا، القديس أندراوس لغاية بلاد أرمينيا، وهكذا. هذا الانتشار الواسع، اذهبوا. ولذلك كلمة اذهبوا يعني امتدوا، امتد. والامتداد هنا امتداد بكل المعنى لهذه الكلمة، سواء المعنى المادي أو المعنى الروحي أو المعنى الاجتماعي. اذهبوا، اوصل. على بناء على هذه الكلمة جاء ما يسمى بالافتقاد. فكلمة اذهبوا هنا مش معناها بس الذهاب للكرازة، لكن اذهبوا أيضا للافتقاد. اذهب لكل بيت، اذهب لكل نفس، ابحث عن كل إنسان. وده أساس كبير، حتى أن المسيح هكذا أحب الله العالم حتى بذل نفسه من أجل العالم. جه ذهب، بمعنى طبعا رمزي، ذهب من السماء إلى الأرض، جاء إلى أرضنا. اذهبوا. بس هذا الذهاب مش لأي حاجة تانية، مش لأي مثلا شكل اجتماعي، أو ذهاب من أجل المجاملة، أو ذهاب منظر. اذهبوا وكرزوا، اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وزي ما احنا عارفين أن كلمة الإنجيل في معناها بشارة مفرحة أو خبر سار، ولما يقول هنا اذهبوا اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، يعني اذهبوا وكرزوا بالفرح. بالفرح بمعنى أن الخادم أو الإنسان المسيحي هو إنسان ناقل للفرح. أحد معايير قياس خدمتنا، قياس عمل الكنيسة، قياس النفوس المكرسة على كل مستوى، أنها تكون مفرحة، مفرحة. ودي نقطة جوهرية جدا، حتى في كنائسنا اللي موجودة برا، وعلشان هي كنائسنا أصلا مصرية، نشأت على أرض مصر ثم ابتدت تمتد في بلاد كثيرة، بنحتاج ما يسمى بالروح المرحبة، الويلكمينج سبيريت، الروح المرحبة. لأن الكنيسة الموجودة في أي مكان في العالم مش بيخشها مصريين بس، بيخشها مصريين وجنسيات البلد اللي هي فيها وجنسيات أخرى كطبيعة الحياة. فالعامل الرئيسي في الخادم، وأحد مبادئ عمل الآباء الرسل والتلاميذ، أنهم كانوا يقدمون وينشرون وينقلون روح الفرح. طبعا القصة دي ضروري تكونوا حضراتكم سمعتوها، لما كان واحد وثني يقابل واحد وثني ويلاقيه كده فرحان، فيسأله مالك انت فرحان ليه النهاردة، هو انت قابلت واحد مسيحي؟ فكان مجرد مقابلة الإنسان المسيحي تعطي روح فرح، روح سعادة. والسعادة ده هي برضو مش السعادة الاجتماعية، هي سعادة أو فرحة خلاص المسيح، هي سعادة مرتبطة إيمانية. فيبقى المبدأ الأول
توبوا آمنوا بالإنجيل، ده الخط الأول. الخط الثاني اذهبوا افتقدوا وكرزوا قدموا فرحة الخلاص. المبدأ الثالث اللي هو في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 16 عدد 9 شيء مهم جدا بيجمع الاثنين اللي فاتوا، يقول عيني الرب تجولان. وأرجوكم تتخيلوا وياي المنظر، يعني عيني الله في السماء تجولان، تجولان يعني عمالة تدور عمالة تبحث، تجولان في كل الأرض، اللي بيذهبوا إليه اللي بيروحوا عنده، ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو. وهنا يأتي عمل الله الشديد حتى مع الإمكانيات البسيطة أو الضعيفة، الإمكانيات القليلة جدا. عيني الرب تجولان، ما زال الله بعينيه يجول ويبحث عن القلوب الكاملة وعمال يدور وبيدور في كل الأرض، في كل بلد، في كل مدينة، في كل قرية. وممكن خادم يكون خادم صغير جدا مش معروف مش مشهور، لكن عيني الله تنظر إلى قلبه الكامل ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة. أحيانا الواحد يقف قدام ربنا ويقول له يا رب هنا إمكانياتي إيه؟ قدراتي إيه؟ عادية خالص زي كل الناس، لكن أنت يا رب بتعمل إيه؟ وتلاقي خادم سواء كاهن في بلد صغيرة، في قرية، في مدينة، سواء في مدينة فيها أباء تانيين أو ما فيهاش، أب أسقف لسه بيبتدي الخدمة بتاعته، بيبتدي عمله يمكن في حتة بعيدة أو حتة جديدة أو حتى لسه الكنيسة ما راحتهاش خالص، وتلاقي الله يعمل على يده. وبعدين إحنا اللي واقفين بره وإيه العمل العظيم ده؟ بيتم إزاي ده؟ الآية ده هي بتجاوب على هذا السؤال. عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، كاملة في الخطوتين اللي فاتوا، توبوا آمنوا بالإنجيل، اذهبوا وكرزوا بالإنجيل. الثلاث خطوط دول اللي بنعتبرهم أساس في عمل الكنيسة في كل زمن وفي كل جيل بيخلينا نوصل لكيف كان أبائنا الرسل وأبائنا الكارزين الخدام في كل جيل كيف كانوا. دي المبادئ الثلاثة اللي حركتهم، هم كانوا إيه، قدموا إيه. هذكر لحضراتكم ثلاث حاجات قدموها وتعلموها من شخص السيد المسيح. أول حاجة قدموا المحبة بكل صورها. المحبة ليست بالزي، المحبة بالممارسة. المحبة ليست كلام، المحبة فعل. يا أولادي الأحباء لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. المحبة مش عايز كلام، والمحبة مش عايز الواحد مسيحية الكلام أو محبة الكلام في المسيحية لا تجني ثمرة. المحبة فعل، شعور، إحساس. فكانوا هؤلاء كان يمتلكوا طاقة كبيرة جدا من الحب، وزي ما بقول لكم عمر الحب ما يبقى باللبس ولا بالشكل، الحب بالممارسة، الحب بالنفس النقية.
ويفضل الإنسان في محبة قلبه عمال يرتفع وينمو بيها كل يوم. لو جينا نسأل كده واحد زي القديس بولس الرسول أو بطرس الرسول أو ماري مرقس أو أي قديس من تلاميذ المسيح أو تلاميذ تلاميذهم، ما هو مقدار الحب الذي عندك؟ يقول ابتديت قليل وابتدى يكتر 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 مع السن ومع الخبرة ومع العمل ومع الكرازة، لغاية ما الإنسان يمتلئ حب فيه لمسة من حنان الله لكل البشر. لو سألتك هو ربنا يحب البشر قد إيه؟ حاجة ما تتوصفش. يبتدي الإنسان في خدمته في عمله وفي حياته ينمو في هذا الحب إلى أن يصل بالحب اتساع القلب، ويبقى ياخد كده من اتساع قلب الله لكل البشر. لو سألنا سؤال افتراضي، تفتكروا خطايا البشر كل يوم كم خطية؟ دي حاجة أكتر من عدد البشر نفسه. يعني لو كانوا البشر 6-7 مليار فالخطايا بقى 10 مليار 20 مليار عد. فتصور الله كل يوم قلبه يتسع هذه المليارات من الخطايا وما زال يطيل أناته على الإنسان وعلى ضعفات الإنسان. وللسبب ده لازم الإنسان فينا على الدوام يبقى عنده زي ترمومتر كده للمحبة التي في قلبه، هي في تزايد ولا في تناقص. وطبعا نتذكر على العجل كده ملاك كنيسة أفسس، عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. يعني كان في محبة المفروض تكبر، أنت سبت الأولى كمان، يعني خطيتك مضاعفة، لم تنمو في المحبة وتركت المحبة الأولى. هذا مقياس في غاية الخطورة لحياة الإنسان الذي يعيش ويقدم اسم المسيح. هذه العلامة علامة المحبة العظيمة التي يقدمها الإنسان على مستوى الأسرة ومستوى الكنيسة ومستوى الخدمة على مستوى المجتمع على مستوى العالم كله. دي أول علامة. العلامة الثانية لهؤلاء تلاميذ المسيح أنهم كانوا شهود أصحاء. كلمة أصحاء هنا جاء من الصحة، مش أصحاء يعني صح، من الصحة الروحية. شهود أصحاء يعني شهود أصحاء، يعني كان كل واحد فيهم نموذج، مثال، قدوة. وكل إنسان يعمل في كرم الرب يجب أن يعي هذه الحقيقة تماما. في فرق بين حاجتين، في فرق بين الفكرة وبين الخبرة. المفترض الإنسان الأفكار كلنا نعرف حاجات كتيرة ومعاني كتيرة، لكن هل هذه المعاني تخرج إلى خبرات الإنسان، إلى الممارسة اليومية؟ وممكن الواحد يكون يعرف حاجة المعرفة النظرية. هؤلاء الآباء، هؤلاء تلاميذ الرسل الكارزين في كل مكان، كانوا نماذج حية، نماذج قوية، لا يوجد عندهم أدنى اختلاف بين القول والفعل. في ممكن واحد يقول كلام حلو قوي لكن أفعاله مش على نفس مستوى الكلام. وعشان كده ممكن نسمع عن واحد يخدم في منطقة أو في مكان أو في مكان صغير أو كبير ولا يأتي بثمر
خالص ويقعد سنين طويلة. مفيش، لأن مفيش اتحاد بين القول والفعل في حياته. وفي واحد يخدم فترة قصيرة وفي قرية صغيرة وتلاقي ثمار كبيرة. أو يمكن أتذكر تتذكروا معي لما نقرأ سيرة أبونا منسة يوحنا في ملاوي، أظن اتنايح وعمره 30-31 سنة، لكن التراث اللي كتبه والأثر اللي تركه إزاي يؤثر. شهود أصحاء. يحتاج الواحد يسأل نفسه، هل أنا شاهد صحيح للمسيح؟ طب المسيح قال لنا الوصية تكونون لي شهودا في أورشليم والسامرة واليهودية وأقصى الأرض. هل فعلا أنت شاهد؟ هل شاهد على مستوى البيت؟ ما هو أورشليم دي البيت أو القلب. هل شاهد على مستوى الكنيسة؟ هل شاهد للمسيح على مستوى المجتمع اللي أنت فيه، العالم اللي أنت فيه؟ المسيح أراد بكل إنسان يخدمه أن يكون صورة، يقدم شخص المسيح أو إنجيلا مقروءا زي ما بيقول القديس بولس الرسول، إنجيل مقروء من كل أحد. ولذلك هؤلاء التلاميذ كانوا في حالة تواصل مع كل الخدمة بتاعتهم وليس في حالة تواجد بس. في واحد يبقى موجود لكن قفل على نفسه أو ما بيعملش أي حاجة، أهو موجود. وفي واحد في حالة تواصل، مادام الله اختار إنسان لعمل لخدمة لمسؤولية يجب أن يكون في حالة تواصل على الدوام. العلامة الأخيرة آخر شيء، أنهم كانوا معلمين أقوياء أو معلمون أقوياء. المعلم القوي مش اللي بيقول درس، لا، اللي عنده رؤية، اللي عنده هدف، بيقول الدرس ده والدرس اللي بعديه واللي بعديه، لأن في رؤية، في خطة في ذهنه، في فكرة. ويقولوا كده عندما تتضح الرؤية ينضبط السلوك. عندما تتضح الرؤية في ذهن الخادم، في ذهن التلميذ، ينضبط السلوك على طول، لأن في حاجة واضحة في ذهنه. في مثل كده بيقولوه المصريين، يقولك أنت إيه بتعمل إيه؟ أنت بتقدم لي سمك في مية؟ سمك في مية يعني ما فيش حاجة واضحة، هو نعرف فيه كم سمكة ولا المية دي هتجيب لي كم سمك؟ لكن الآباء وعبر الزمن عبر الأجيال كان عندهم صورة، وبنشوفها في آباء كتير معاصرين، في خطة واضحة، في عمل واضح، في رؤية. في يوم من الأيام زكا كان تايه وتايه في شغلته، عشار وفي الفلوس اللي قدامه. وفي يوم قابل المسيح، لما قابل المسيح اتضحت الرؤية عنده فانضبط السلوك. التو اللحظة نصف أموال المساكين أرد أربعة أضعاف، إن كنت وشيت بأحد أتبع المسيح يصير زكا قديس. ولذلك أحد أهداف عملنا أن تتضح الرؤية في حياة كل إنسان إحنا بنخدمه. تتضح الرؤية. ليه بيحصل مشكلات زوجية؟ لسبب بسيط جدا، لا هو ولا هي عندهم رؤية. ليه بيحصل خلافات في الخدمة؟ لأن هو أو آخر مفيش رؤية، مفيش نظرة محددة واضحة في ذهن الإنسان. يحتاج الإنسان على الدوام إلى تجديد الذهن وتجديد الرؤية. ها
هؤلاء التلاميذ كانوا محبين، محبتهم متدفقة. هؤلاء كانوا شهود في صورة صحيحة يقدموها بالصحة الروحية اللي عندهم، مش شهود مرضى. وهؤلاء كانوا معلمين أقوياء، يقدم تعليم واضح له رؤية. التلات علامات دول بنحطهم مع التلات مبادئ، يرسموا قدامنا صورة أبائنا وتأسيس الكنيسة الأولى في يوم 50 اللي بنحتفل بيه في يوم الأحد القادم في عيد حلول الروح القدس. توبوا وآمنوا بالإنجيل، اذهبوا وكرزوا بالإنجيل، عيني الرب تجولان كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. آمين.